إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحنكو سوچرني تفسير كي قرآن كريم كا سورة الأعراف وحادرسي جنان ونغب اللابنا آيات كنتن يا أفراد من سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى إن ربك ربك إن ربكم ربكين الله والله الذي وعليه خلق أبو ري السماوات عريالك والأرض دولك في ستة أيام مع المليح قدهتك أبوري ثم مركو إله أبوري كقضال استوى إله وكرن قضي على العرش عرشه ككرن قضو كسر مري يغشي إله وكتبولا الليل حبينك النهار مالينك يطلب حال الضلب يهبنك هو نهارك حثيثا ضلب أي ضلب ضلب كاسو حثيثا أدكدك أهوي يطلب حال الهبنك ضلب هو نهارك حثيثا أي ضلبا ضلب أي ضلب ضلب كو حثيثا دكدك أه والشمس قرحضنا إله أبو ري والقمر ضيحنا إله أبو ري والنجوم حدقهنا إله أبو ري مسخرات حالئهم كوالا الليلي بأمره إله أمر كيسا لقول الليلي على برارقة له ألكالي قيسا الخلق أبو رست أسقناتي والأمر أمر كنا أصبه أسقناتي تبارك الله الله أي خير كي سبطي الله سو رب العالمين عالم يالكورن أصغو بربارية إلهي وين سبحانه وتعالى وقلو شيغا يا معبود كحق أي حق أنه أقول إنن عابدنو ومتك أبو ري عالم ك متك الصراء يا متك هوسبا عالم كالصراء تضرب السماء إيا واحا ككوري إيا عرشيغا إيا غير كيسو إيا تضرب السماء تضرب الضل إيا واحا قد حيبا ليح مالين إلهيكو أبوري ليح داس مالين وحي كبل لوضان أحد وحينا كأجيهن جمع جمع أيالا قما يستيري مخلوق أبوريستي سا نبي الله آدمنا جمع الله أبوري سبدك وحبلما أبورين حبلما أبورين مع المهاس الليحدة وإلهي تضبض السماء يتضبض الرؤية انت ودى حيضابة أبورين العلم يقبل وحي رهدين ومع الماء لئك مع المها عادية مع المها عانقان أي لئكي أهل العلم قبلنا واحد إذن ما المحص ما لنتي بحال صنع اللأكاد ما لنتي بحال صنع أي لأكاد لكن حافظ كوهو يري سيدة سود دك دك إذا فهم كو سود دك دك إذا ومدعه إلا إذا ما المعادي هاي لأكاية اللهنا سبحانه وتعالى هدود دوني لها انت اسكيرك أبوري كرا البرق سيوكو أبوري كرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سيدي سباسك أرم كيسا مركو وحضانا إنو شيء أبورو أما وحجرة كتلقو كن أوليه شيء إسلام مركز وحجرة ما أباهنا وقت كالي
لكن العلم وحي رهدين الله هو حكيم حكمة بضان تطلح مالي إنو أبوري حكمة دعو كلها وحا كميطة ترتيب تأيه تأنيق إنو نبرو أنك إنو أحلى ترتيبيو إنو نبرو حديثة جراء إمام أحمد مسلم صحيحي سنو كوريي إمام أحمد قيل كي سنو وريين حديث كاس أوتها إلهي وينا عرض سبدي أبوري مالي سبدي وعرض أبوري بورهنا أحد جيدهنا السنين وح الله وحدتكم نعبيهن التلاذ نور كي يفتين كان أربعاء دابدها إيانا لهنا قميص آدمنا بعد العصر الله أبوري حديث كاسح المسلم كويال لكن وحو كميدي هاي حديث مسلم كتال بعض العلم أي ضعنيين حافظ كنا وحو يري حديث كاس وشيغي تضبا مالين بأي وحلا أبوري تضبا مالين الله نوح نوشيغي لح مالين إن وحلا أبوري سيدة استراد دكتور حديث كان وحاد ضعنيو كهض لإمام البخاري إي غير كيس أو حفاظ لمسلمين تكمت وحينا كرلغين إسرائيلي إيان حديث نبي عهين وحي كرلغين مقالات كي وحي عليه أبو هريرة وكوري كعب الأحبار وإسرائيليات وكوري تاسي كرلغين إي حديث نبي ويري إنو سنحين ساسي كتل مامين حيلا سعط القرآن كوهر إمانا القرآن كوهر شيغا إنا سبدي وحوالا أبورين اللح مالين إلهي وح أبوري حديث كنا يقول له تضبان مالين الله أبور ساسوية إن ربكم ربكين خالق إذنك إن أبوري مالك إذنك إسككين له مدبر كإن المعمولة ربي مرك الليلة معنيه سوى خالق ومدك وح أبوره ومالك متك أديك كله ومدبر متك كمام ملوه سأسترتي المعنى الوحيدة إن ربكم أحد كإن أبوري إذن كإسكاكين له إن المام ملوه الله والله ومعبودك حقا وعبادة المضان الذي ومعبودك خلق أبوري السماوات إرريالك والأرض ملكا في ستة أيام معلمة لحد بدهودنا كو أبوري ثم مركو إلهي أبوري كقضال استوى الله وكرنغض على العرش عرشه ككرنغض وكسر مري إن شاء الله أو إنت بدن تفسير كابن كثير كأمبان لسعودنا قرآن كمرر بضانا إلهي كعل الشيء إلهي وين عرشه كسر مري إلهي عرشه ككر مري إن شاء الله وحانس كاقا قابسينا إنت حافظك كشيغي خلاصية أوقفكي إنتاس إنت فهم كو قابسه كفلا أيو كشيغي حافظ أيضا أقوى قابسينا عاو وهو يري حافظكو ثم استوى على العرش وهو يري فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ضدكو ماشان مرك اللي جوغو استوها هذا اللبضان أي كليه روي ليس هذا موضوع بسطها ما هنو يري تفسير كان ماشي لوغو تلقى لإلو فاهفاهيو كتبة قارة هلقى ألف كتبة قارة قاركود لبن مجل العرش كتاب العرش وحافظ ذهبي ولبن مجل كالبيس علو قرى مجل دوين أو كلاو لبضى بالذهبي يعني كتبة هكالو لقى ألفين واتردي كبطين كتبة هلقى ألفين أو إلهي عرش وكسر هيا هذا يبدأين مركة مرد إكرت التفسير كا إن فافاهنت أباهنت الوشيغة حايا لحافظ ذهابي وحوشيغة يقير كيسبة كن دليل كبضانا قصة أرورت إلهي عرشي نكسر ريه وكن
كن مركب ما ليه كرتين تفصيل لبقر كن آياتك هي أحاديث تشيغي إلهي العرشي سكسره لكن واحد وقف سينا أنت حافظك شيغي وغير حافظك وإنما يصلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح وحال وقف سنة ماشا مركلة شوغو ولقادة وإنما يصلك وحال لقادة في هذا المقام ماشا وأه استواه مذهب السلف الصالح مذهب كسلف الصالح بس كاس القاضي سببته سلف الصالح وحلو رجده صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تابعيالك أرضي الصحابة أرضاس أرددو دي وحلو رجده صدح دي قرني والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أويري خير الناس قرني ومضرن وحاو خير بدن انيغا قرنيغا ان نولاي ددك جوغه ومضرن ايغا او خير بدن ثم الذين يلونهم كدي وحا كخغو يري النبي صلى الله عليه وسلم ومضاس كو كخغا وارددي صحابه ثم الذين يلونهم كدي وحا حق خيريده كخغا او درجهده صبيحات كو واس كو كخغا العلم جاء صدح ذا قرني قاركوت الله باب بقول يوحي يري كل ما تايره وقرني قال له لمتش ذي أنا بقول صم أنت وحوي الصحابة ديو كلام مركة لما تي قرني قصوا دما هذانا أرضي الصحابة دو مركة لما تقرني كلام وارد ما هذانا أرضي تابعيالكم مركة لما تنا صدح ذا قرني وارد ما مركة أصل باب بقول يوحي يري بنقوم العلم جاء قبلنا قرني قال بقول صنع كذي دي بقول لي رادنا صدق بقول مركي لما رأي دمات نبي بوقو تلمامي كدب إنا إماد دونان ضد حنحن ونفعنين ساسو تلمام سيدة استرادة أي واحد تحدي قفك أو راعو سيدة الصحابة أو فهمين أرضة الصحابة أو فهمين تابعيالك أو فهمين وقف طريق حقك التابعين لكن انت سو سيده يفهمين كدب دد اي مادين سكل افسرين ما دي كرتو هذا طريقه استنبقت ان الحق هذه سببته هذه اللي يرى طريقه ذنب او خلاف سنا طريق الصحابه حق هذه اللي يرى معنوح نقنا ضمان صحابتي او الى هي جنبه برقاتي او برقاتي كعيني جنبه لو دياري الهي وين تعديليه إلهي أبلن قاضي جنبه نبيك جنبه أبو بشاري صحابة النوع عصها إي أرددو دي إي أرددس أرددو دي وحي نقيه واللومين وآيات معنيه دي واساقين انتاسو مركي ساقين أيها كدب وحي فهمي ضدن بي ساسا كدلاني تاسو إلي باطل تيقف كستو مسلم وفهمك انتاسو أيهو قلدمين وكو إلهي أماني وكو إلهي تعديلي وكو إلهي جنة أبلن قاضي وكو حتى أيها إسكدا يضطك الراحة جنة أبلن قاضي إن لا يريدو إن تاس طريقة مرين واقل دانا لكن ضدن بو كدن بيو أيها قرافات صحي وضلال تدانا وحاوية قاعدة بكدغي ويرهدين مذهب السلف أسلم ومذهب خلف أعلم waxay raadeen madhabkii salafka taa horta iska raacdo waa nabad gali bal ku taabanay laakiin waxa cilmi badan ku wadambe marka macneedu waxay noqday cilmiga iyo nabad galiyadu isku wadaba ma aha mana dhici karto waxa lagu nabad gala waa cilmi sax ah waxay tahay sida saxda ah madhabka salafka asaga aqlam ah oo cilmi badan asagaana aslam oo nabad galiyo badan إلا علمي ألقونا بتقال الجهل ألقونا بتقال سيدا سواق أساس سأسترت الطريق ودي أمر النهوي مركز وحكش شيء قلاسي مذهبك وهو يري مذهب السلف ومالك والأوزاعي إمام مالك هي إمام الأوزاعي سفيان الثوري ليث بن سعد إمام الشافعي أحمد بن حنبل
إسحاق بن راهوي وغيرهم أو من أئمة المسلمين مسلمين تا إمام يالكودي أقديم كوي هوري صحابة كصب الله إيو قديم كوى ضمبي إيو قديم كوى ضمبي ضمان مذهب كوى صاصوها محوها مذهب كاس وحديث يا كوى ضمبي معنا قديما هوري يا وحديثا قدال معنا كوى هوري يا كوى ضمبي اللي ولد في مذهب كوض حوها وهو مذهب كوض امرارها هذا وحل لنا صفات الهي اياتك يا احاديث تقصوا اروره اياتك يا احاديث ايات صفات واحاديث صفات تاسل لنا اياتها يا احاديث صفات الهي قصوا اروره وان لم مرسيو لسعسيو كما جاءت سيدي أتمت في سيدي أتمت الله سوغا إلهي عرشه كسرية سيدي وغسرية ما بنقان قابك كيف كان نقو خلاص إلهي قعانو ليه يد الله سيوت الله ما نقان إلهي الله يقوت صفات إلهي سيدي أي أتمت الله مرسي وأن لليح ليحين ساسوية وهو مذهب كاسو امرارها وان لم مرسيو اياتك يا حديث الصفات كما جاءت سيدي اتمت من غير تكييف ايضا كيفيه للشيء لديه ما يصف الهي مرك الله شيغو صفات سقاط كاسي اتالا لديهما لا يعلم كيف هو الا هو كيف كيس الهي اصيك ليها يقان عدك لو تقان مجرد لا بهم كيف لا شيء ولا تشبيه مخلوقا المشبه ما صفك كستو الى هي اسكت المعمو وحال ليه وامد اسغا او حبونه او لائق مخلوقا المشبه ذو ساسال لي مخلوقا المشبه ذو اسغا لائق او تاي وامد اسغا او غار اي مخلوق مد شبه ما ولا تعديل معناه اللي جاي سيبي ما او قار وحي يرهدين يد ولا دي كره لكن غان لو ما فسيري كره معنى ما لها يرد الف لام ميم اي لميت وباطل ان معناه لغا سيب تعديل لير ان لما معنى تروا ما بنان والظاهر المتبادر الى اذهان المشبهين في سيده دابا قف كسته او صفه الهي ديدا ما قاد ارقته ومشبه او مركو صفه الهي مطلق waxa maskaxdiisa u soo degdegay tii makhluuq markuu makhluuqatiisa maskaxda gasho kadib waa danati alle inkira oo awile markaasu yiri dhahirka kuwa mushabbihada maskaxdooda u soo degdegay manfiyun an ilahi alle waa laga anfina ilahi adoomada ma shabbu fa inna allaha la yushbihuhu shay'un min khalq hayla allah شيء مخلوق سكمده ما شبهه ليس كمثله قف كمسلم كوحى كفر صفات الله نعم آيات سقيب تكمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انت سكفر انت سدو سدس حق أقاطه آيات كفر المذهب كنبا إنه فهم معايا لبالفير انت ليس كمثله شيء إلهي أو كلا معهن شينا شيء وأن كير في سياق النفي يا عم وح مخلوق أن نسكدر وح إلهي شبه مجرى ذات ديس وح شبه مجرى صفات ديس وح شبه مجرى أفعاش أو سميانا وح شبه مجرى انت تاسو تاسي كدوي تاس مركة أتكدو وذيفيري إلهي وقو نبرا إلهي سرعين معنيه ذو صفات ده الله الله إنكرو إلى وقر وهو قال السميع وعلم مقل بدن البصير أركت بدن فيل مخلوق والغت المعمى سمع مخلوق والغت المعمى بصر ألينا واسكت المعمى لكن اسمله سمع ألا اسكت المعمى وامد الله وين جلال كيسي على النبي صلى الله عليه وسلم بصر كأو ألا اسكت المعمى وامد الله وين على النبي صلى الله عليه وسلم مد مخلوقنا
سمعك يا بصرك مخلوق وعميت نقصان مخلوق اللائق مخلوق النقصان تيسي ميت اللائق وي شغيسكو مالك علماء وحير هذان أفر شيء أي صفة كستا ومخلوقنا لقوت الماما خالقنا اسكوت الماما أيكو كل الدوي تصالحة عن كسوة قوانو سمعك الله سمعك يسو وأزلي معناه ميالو كسوة بالله ذي مجرد لكن مخلوقا سمعك يسو ووح حادثة وقذالك يو قفو البابا شلا مجرد هاد ديرا سمعك ألا كسي لابو مخ إلهي سمعك يسو وأبدي ميل وكل ما أنا ملك، لكن كاغا هاد دير وات إن دقبيري تدمت، ووحدة بابا أي، تنصدحات سمع الله وكامل وحوس المقلين ملك، لكن سمع أذنك وناقص وحيرك مقل، دير بيجا واحد كشيء حبك ما مقل. بل هرتي سقفك ليس مارك قبل مقلي وناقص تن أفراد سمعك أو الله وصفة ذاته يسؤول يصب إتسي ذي مجيو تأساق إسكالي لكن سمعك أدو مضى ألا سيي مالها أصب سيسترتي ذا ميقات على اكتئال الأوسنسين ووحب مقلي لما صفات على وضضى صلى مرسية شغيسكو مالها وحي شبهنا ما لما صفات وصف وحاطر هذا ألا أساق اسكو السبي صفات وهو السميع البصير مخلوق إنو شبهنا أساق اسكائن فيه ليس كبيت لشيء انت أصدفك مؤمن كاكو فيه مركز وغير حافظكو بل الأمر كما قال الأئمة أرنكو واسدي إمام يالك المسلمين تيرهدين منهم وحاكم إذا إمام يالكاس نعيم بن حماد الخزاعي نعيم بن حماد الخزاعي كم إذا شيخ البخاري وبخاري شقيسي وغيره من شبه الله بخلقه فقد كفر قفك الله مخلوق سكو شبه وقالوا بقالوا معايا لوحو بيني ليس كمثل شيء آيات داسو بيني وقال هل صفاء صفات على كمثل حضات تراهض إلهي سفدي سان مدى مخلوق إلا مدى إسلامك وكبه حدي قفك الله إلهي أو أدومدي سلقو شبه وقالن ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر قفك ديدا سفا إلهي اسكو شاقي استوى على العرش وهو السميع البصير سفا إلهي اسكو شاقي قفك ديدا أو إلى إلهي ماله وقال حيل إلهي بو بيني وهو السميع البصير بيني ثم استوى على العرش بيني مسلم هو قال مركز ويري وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فيري انت سقفك وكوف لانت مؤمنك إلهي وإنا وحاو اسكت المامو أمر رسولك سكت المامو تشبيه ماهن وصفة أساق اللائق ما صفة إلهي اسكت المامي إلهي نفتي سيئك أقول هذو صفة الله اسكت المامي آتر الله ملح لائقنا أمعها معنية دوامحي أنيقى كأقانو إلهي نفتي سي قال لماذا كوي نحيط صفة النبي محمد كت المامي صلى الله عليه وسلم هذا ديدو آتر الله ملح معنية دوامحي نبي محمد أنا كأقانوي الله سو قال لي ماما إلهي نفتي سأسجى كي يقان وحا اللائقة يا وحا اللائقة هنا سأسجى يقان أدو ماذا لنا إلهي ياهو يقان وضادك أقوه قوك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي مركة إلهي اسكت المامي أما نبي محمد كت المامي معهن تشبيه معهن تشبيه واصفة أسجى اللائقة واصفة اللائقة مركز وغيري فمن أثبت لله تعالى قفك أسوغ الله ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة قفك الله أسوغ وحي أي لصو أرورين آيات كعد عد
هي أحاديث صحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى سيد إلهي اللائقه أعنى انتقف كأوسك أعنى صفات أسأل الواليه وحونا أوليه سيد أساق اللائقه قف كساسي هذا ونفى الله ونفى عن الله الله نكأن فيه أن نقائص النقصان يالك فقد سلك قف كاسا قاضي سبيل الهدى وددي هنوك قف كاسا قاضي وددي هنوك قف كاسا قاضي دريقي هنوك انت سنة قف كمؤمن كا باب كان وغفلنت وكفلنت إمام بغوي في ريا معالم التنزيل حافظ كثير وعلماء الشافعية كميت إمام البغوي يسمع علماء الشافعية باب كان عقيدة أن علماء الذي بدأوا أستوى أبوبرا والشافعية أيها حنا برادة أبوبرا أيها أصوش أهل السنة أيسن مرنا بإسقلافين وأفرت مذهب ذي قيكون اسمه قلاف لكن واحد أبوبرا مركز كتب عقيدة أخذه كتبت أقوى وين أقوى بضع واحد سكر الشافعية دوا أيها سلك أبوبرا عقيدة مركا إمام البغوي وعير معتزلين وأول شيء استوى على العرش وأولة المعتزلة الاستواء وأولين والليحيين طريق السلف كواكل ليحيين وحين كل ليحيين يكون فصيرين بالاستيلاء إلهي عرشه كغالب نغضي استوى استولى أين هذا إلهي عرشه كغالب نغضي كسالي رمان ميلوسا كقالب هينا جرت مدى ذاك الاستولى وحا الله استعمالا ميل اسكو هايستي مركا متقو أتكادو مركا سالي الأول إلهي يا عرشي لكو هايستي مركا بليد الله او أتكادي هرية اوكو هايستي بلشيغا وعنين ادو قلدا وكي ابن الأعرابي اسيري مدى يري استوى استولى عليه اسك جاهل أطايو إلا ابن الأعراب ادو لقد اويقي والاستو لا لغير هو المركب الأرض ماشى وين لجوه است كده الوجود ده على ما منقوا أتكاذب مركز على الاستو لا لكن الله هر يدب عرش يقير كيس وسقى معمولا فكان وقلت وضلع وغير إمام البغوي وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف لكن أهل السنة والجماعة أيه وحير إذا عرش غير الله كسر يواصف الله إسكلي يجيب على الرجل الإيمان به قف كستوحة واجب كائن رميه إلهي عرش غير سكسر غير ويكيل علم فيه إلى الله عز وجل كيف يذره الله أطلع صارم ما قانوا لي كيف علمك كيفك الله أطلع صارم خلاص قال تعالى إلى وحيره يغشي إلهي وقد بولا الليل هبينك النهار مالك قد بولا يطلب حال هبينك وطلبه نهارك حثيثا طلبا طلب طلبك حثيثا دك دك أيضا وحي شيغي دا آيات كواوين اي كوني غاه إلهي لغو قرطو حبينك يا مالكا كميدا قرح دي يطيحا كميدا حدقها كميدا وعلى مده واوين او ابو اوچه دا مامولكي اللي او يسبدل ايو صعوده مامولكي اللي كانو سمينا كانو سمينا وكونك ان الله مامولا يو واحد ان دهاغا كوار كيدوه حبينكو واس امانا نقدقيس واتيغا افتينك حتنا مالن كيا إمانا هبينك ويتجه هل مرضي إمي علت فرسامات تمت ما انتق الرحد وصوت داخدي علت فرسامات تمت ما انت هبينك أو هبينك وصوت داخدي ما يبجد ولقيت نعمي ولقيت نمرضي نظام وجود تلقى ليه مخلوق كده على وحاس سنتر تبي يطلبوا ليل كي النهار كلا ماذا بقول عليك أرتب habeenku waa dalba maalinka waa soo socda markuu yimaado waa tagaa maalinku waa dalba habeenka
لماذا فاعل كثرة تدعي كرت لماذا الضمير ووكل علي كرت إلى وحول سبحانه يظلم حال حبين كدلب يهود نهارك حثيثا طلبا طلب طلب كاسو حثيثا دق دق والشمس قرحضنا إلى هواء أبوري والقمر طيحنا إلى هواء أبوري والنجوم حدقه إلى هواء أبوري مسخرات حال أيهم كوالا الليلي بأمر إليه أمر كيس لقول الليلي قرحضة ضيحة حدقها حبينك مالينك أمرك الله يكون صعبان وهو جانسيه ليلنت وهو جامنت أمرك الله يكون جانسيه وحير ما قلافي كران وضل الله تلقى يكون صعبان نظام الله تلقى يكون صعبان وحير ما قلافي كران مركز إلهي على برارجة له ألا كليجيس وحاوصوا نعضي الخلق أبو رست إيه والأمر أمرك كلجي سكونك أبوري حل لك هذا والأمر أي له الملك والتصرف كلجيس أيا كونك إسكاله أساق أنا ما ملوي أمر أمرك واللبو أمرك كونك إيه أمرك شرحك اللبو ده أساق كلجيس دمان ما ملك الصعودة أساق كلجيس وضع كون أولي فيكون هروك أهانا إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون آيات وآيات أهل السنة والجماعة أدريشدين قرآن كو كلام الله مخلوقنا معهم قف كيرا ومخلوق قرآن كنا وقال إلهي بيني حيال ألا وكل الدول إنما أمر ألا له الخلق والأمر لبشا يكاد خلقي يعمر أمر هو كلام قال كون وكلام قال إمام القرطبي وحويري أئمتي سلف وحي يرهدين وقال قفك يرهد قرآنك ومخلوق محايل ألا واكل الدوي هدي ليرا ومخلوق محايل نقونه له ألا وحا أسقنا الخلق إيا والخلق ساسي نقونه تاسل وحويري وجهل إيا فالحوم إلا هينكم هذا الوحاس ويسكو عطفي الله وكل دوي أمرك واحد لو لتشي ذا كون كلامك الله لو لتشي أو كون كذا الله مامور كل جيسا إسكن أحد كلاتو مطني كركم يكون كم مامورك كل جيسا إسكن تصرف كي ملك سيدا أن إتكل وحبا أو أبورين إتكلنا كون كواح كم مامورش تبارك الله الله خير كي سبطي الله سو رب العالمين عالم كون اسقو بربريو ماموله الله كليجيس عالم كان بربريي ام ماموله ادعوا بريا ربكم ربيين تضرعا متضرعين حالاتين كو الله اسكو دلينه الهي بري وخفيه مخفين حالاتين كو قرنا اوهس ودواقا الهي بري إنه شأنه إنه الله علي إنه الله لا يحب مجعل المعتدين كو حد قدبه ولا تفسدوا في الأرض نلك هفس هذه بعد إصلاحها نلك هجاجنتي لهجاجي كقضال أو إلهي هجاجي وادعوه الله بريا خوفا خائفين حالتك وكبقى وضمعا ضامعين حالتك والرجين إن رحمة الله نحرست إلهي قريب ومدو من المحسنين لكن ذاتك عملك وناجيه أيه ودوده أو إلهي أعبد سيدي أيه أجيده أكله أدعو ربكم ربكم بريد تضرعا متضرعين حالة اسدلين ايدان وخفية مخفين حالة قرين ايدان دعادين اضمان مخلوق اسكن مقشيني الهي وينا سبحانه وتعالى وهو ادومذي سعمري اني بريان اصدق برياداس او اي كسو قانتهاي لبانت ادونك اي لبانت اخر لبضبا
waxay ku jirtaa adoonku inuu ilaahay baryo waa cibaado weyn waa cibaado ilaahay lagu caabudo midda ugu weyn adoonku inuu ilaahay baryo asagoo weliba isdullayna oo qalbiga iska dullayna oo dareemaya inuu asagu daciif yahay allana qawi yahay oo dareemaya inuu asagu mid baahan yahay allana kan loo baahan yahay oo dareemaya asagu inuusan ilaahay ka maarmin laakiin asaga ilaahay ka maarmo isagoo isdullayna inuu ilaahay baryo haddana waa khufya isagoo qarina oo ducadiisa iyo baryadiisa aan qofna iska maqashiinin nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi adducaa huwa alcibaada sideedaba cibaadoo dhan waa baryada waa baryada baryada aad alla barido haddaad aragto sideedaba ogow haddaad aragto dadku waa laba qaybood qayb waa yartahay ilaahayba inay baryaan dadna leylan haaran allowdu ku haya dadka ay yartahay inay alla baryaan waa dadan khayr alla ugu talagelin daad aragto qof aan barya badnayn oon ilaahay baryayn in badan waa qofan ilaahay khayr ugu talagelin laakiin haddaad aragto qalbigaagu mar walba inuu ilaahay u tadaruca oo ilaahay barya oo ilaahay barya waxaa tahay qof khayr lala doonay sababtoo ah ma dhici karto in aad inta dariiqii soo qaadood barido alla uusan kaa aqbalin ilaahay ballanka kama baxo udcuunii astajib lakum alla yidhi ibarya waa idinka aqbalaa haddiiba marka alla ku waafajiyo inaad barido aqbaliddiyaa kuu diyaarsan nabigeenna suuban wuxuu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofku maalintii saddex goor hadduu naarta ilaahay ka magan galo naartu waxay tiri ilaahu addoonkaasay soo gelin jannada hadduu saddex goor weydiisto jannadu waxay tiri ilaahu addoonkaas ikaa weydiisanaya soo gelin addoonka marka khayrka ilaahay la doonay waa addoonka soo taagan duhurkiiyuu sujuudda alla ku barya casirkiiyuu ku barya maqribkiiyuu ku barya cishihiiyuu ku barya subxigiiyuu ku barya salaatuleylkuu ku barya sunnaduu ku barya adduun iyo aakhiru alla weydiisee naaruu ka magangela jannuu weydiisee cadaabuu ka magangela caradaalluu ka magangela dembi dhaafuu weydiisane risqi xalaaluu weydiisee caafimaaduu weydiisane xifdigiisuu weydiisane adduun iyo aakhiru weydiisane addoonka khayrka ilaah ugu talagala midkaas weliba nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii saxaabi ka mid ah weliba la dhihi jiray saaxibu sirri rasuulillah rasuulka ilaahay sirtiisa saxaabigii ogaa ee waxyaalaha gaarka u sheegay nabigu dadka u sheegay wuxuu yidhi waa xudayfa la ya'tiyanna cala annaasi zamaanun laa yanjuu fiihi ilaa man dacaa biducaa'in ka ducaa'i alghariiq waxaa u imaan doonaa dadka waqti oo uusan qofku badbaadayn keliya waxaa badbaadaa hal qof qofka ilaahay u barya sida qofka badda ku dhacay ilaahay u baryo halkaas qofaa badbaadi doona waqtigaas sida qofka biyaha badda ku dhacay ama webiga qofkaas laba sifuu leeyahay qofka biyaha ku dhaca laba sifuu leeyahay ma dhici karto afka inuu isku daro intaba naftu ku jirto oo u dhawaaqi karo waa qaylina haddana ma ahan qof afkana ka qaylinaya qalbigiisuna meel kale jiro ee qalbigiisoo dhan cidda uu gargaarka weydiisanayuu ku wajahay xataa wax yaroo kale qalbiga ma soo geli karaan qofka noocaasaa aakhiru zamaanka badbaadi doona bis qof aan baryada afka isku daray afarta ragcood duurku alla ku barya sujuud walbu alla ku barya ataxiyaadka gadaalkiisu ku barya sunnadiiyuu ku barya salaaduu ka baxuu barya dariiqu maraayuu barya sunnooyinkuu ku barya casirkuu ku barya maqribuu ku barya ceshuu ku barya salaatuleylu ku baqa leyla nahaaran waa qof soo taagan haddana markuu baryayo qalbigiisu waa ilaahay isku dullaynaya maahan afku iska naalloho qalbigu meel kale jiro qof kale ma badbaaday qofkaasaa badbaaday la ya'tiyanna cala annaasi zamaanun laa yanjuu fiihi ilaa man dacaa biducaa'in ka ducaa'i alghariiq
ابن أبي شيبة يا مصنف ككوري رقم ك صدّن يسديت كون صدح بقول يكو رقم ك صدّن يسديت كون صدح بقول يكو أبو نعيم حلية الأولياء يكوري ما لا فضانا وانا السجن والصحيح حديث كان نوع عاصو كلنا وحلا لله حكم رفع نبي قالوا كم مقلي تسب حالا وعقل لقوا جا كرمة وقت كان مركم أنت أنجوجنو إفسادك غالب نقطة إنترنت يمد الدوم كأيسن هراي قد إفساد إنت أصلع أي قد ما تدل يرو خاصة بل كو وين هذا يرى وقلت بين أن هذا يرى دل يرى ما يقان وقد ميت يرى يرى وين إلا قف ألا كبد بادي مهن إنه يقاسن صاري قد بضت شمعات والله أخينا أنهم قرح بضت سؤل اللي بيسي واحد ملايين الشيخ وبيلو قراعة هذا قد يسقط أي طماطي مركو كده جاي من برك واسكول الله توجيه كعش هذا قف كان قوم مسلي وبشيخ قد بدأ آخر الحمية واحد ماشي فديه كور هذا اللي يرى مر اللي يرى ما هني هذا وقان قف كبد بادي وقف رب العالمين أم حريست كلي وقت كان نوع عصر ee wax weeyeen ay ummadii fasahadeen ee indhaha laga zinaystay ee qalbigi madoobaaday ee wax weeyaan ardagii daal cilmiga ahaa aan dhaw seexo ku hurda ila balaaya baalka ugu jirta hoos u ka wada toddoba saac hadda waxa arkay facebook toddoba saac halay wuxuu soo dhigay wiilkaagu waxaas aan u leeyahay ka war gabadhu waxaas ay xala soo dhigtay adigu ku hurda waa fiire sawaa weeyo go إلا شقفشة بلاي أبو شرطة قبارة هادة كورن لوين أهو ويل كيهولة كاسي تير تأبض شر مديحو محل كان قشة ديوان التغيط بلو شقفشة قشة هادة هو أساس تليرات سيحو هاي هاي الحمد لله قب هوسو كوضا هوسو كوضا سوما جيد maraykanu ku nool yahay mukula meesha ku talaadiga qob ka meesha ku yahay gabadha islaameed iyo nimada islaameed wada hadla balaaya la isku dira balaa la daawana waxba la isku qoraa waa ku qorina balaana balka ugu jirta waqtiga nuucaas qofaan cabsayn marka oo ilaahay u tadarruceyn oo ilbihiisa u duceynay oo neelkiisa u duceynay on rabbi ud iskuddu leeyin ma dhici karto inuu badbaado wax dhici kara ma wax dhici kara iyo wax sugeeyda ma wa in du'adu ay gaalib naqat du'aduna wa in naqato mid aadaabtan alla loo sheegay ila wuxuu leeyahay subhana ud'u rabbakum rabbigin tuuga tadarruan mutadarrin hala isdulleeyneeden qalbi isdulleeyneeye oo baahi iyo xanuun dareemaya ilaahay ku bari وخفية مخفين حالتك وقر سنة حيث كم مقاشينين أضادك بريض بخاري مسلم حديث كيس كسو من حديث أبي موسى الأشعري حافظ كنا سوء أروري صحابة أي عدكو ذكروا قادين دعاء رسول كان مقلي رسول كان مقلي صلى الله عليه وسلم مركز كيري أيها الناس اربعوا على أنفسكم ورنفتي نقول نحا ورنفتي نقول دمريا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب وربري ميدان دقولي أحد إن كم قلنا بري ميدان وحد بري ميدان متمقل بلان أو إنين دو ساسو نبي كويل صلى الله عليه وسلم وإن قرصته أديك ما هني أدنى ويسن كوبين إن الله بريت حافظ كفيري عبد الله بن عباس بن كسو أروري تضرعا وخوفيا قال أصر دعاء سنيستو قرصدا قال إمام المفسر ابن جرير الطبري وحر حافظك ابن جرير وحر تضرعا ابن جرير وحر كفسري تذللا إذنكو إسدلينا واستكانة لطاعة إلهي دا عديسن اسكو ديبا اوه جانسن وخفية حيطة
يقول بخشوع قلوبكم قلوبتنا خشوعا وصيحة اليقين بوحدانية والربوبية إيا إذنك أو يقينتي نصحتهاي أد آمن سنتين إلهي إنو كل جيس إبادة ليه إيا بريض ربنا ماذا إيا معامل كون كان كل جيس ليه فيما بينكم وبينه إذنك إيا الله بريضو هاي نكاد حيدا ضادك ليوم مقلب لا جهارا ومراءاتا يايسان إني كان نقوم واحد كر أولا دواقضان ضادك إسكتو السيدان تم كروفا أركبتو يا تواب تب علينا يا تواب اول لغا مقلال شن كيلومتر يا دو قيليه مدد كانت حافظت وكربتها حاط قدو بيدا مساكين تبويا كنتو كنين حاط سلاته وقصين سبحان الملك القدس في ريا عبد الله المبارك امام كيوهينا وحويري حافظ كالله او اخرين هنا في ريا عبد الله المبارك امام كوين المبارك المفضل حسن البصري وكوري دينت وحي قيمه قفك ولد اخلاص الهي درتيس وحي ويهين بس ومن ادكل ابو دنك لهين هي متابعه وحي حسن البصري ان كان الرجل لقد سمع القران وما يشعر به الناس وحي اهاين دد كان سو غيرني قف القرآن كذن وحفظنا قف أقول متشر إنه برت القرآن القرآن كبرنا قف أقول متشر إنه القرآن كبرت ما علمك أن مركل جرير فيري وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس قف كبرنا فقه فربضان قف أقول متشر وأكثر صنادت وإن كان الرجل لا يصلي صلاة طويلة في بيت قفك قرغي سكتو كان صلاة دير وعنده زور مرتية اللي تشوكت صوب بوغطي مرتية او تشوكت وما يشعرون به ما دريم ايان انو صلاة ليلتو كذي عاو ما دريم ايان من اوغا كران وهو يري فيري قاعدة دا مرك ولقد اتركنا اقواما ما كان على الارض من عمل يقدرون ان يعملوه في سر فيكون علانية أبدا صحابة يسوع جارسون وغير واحد أنه يسوع جارنا دات للك كركيس وسكوس ونين عمل أي أودان إن أي سميان أيبو قرينا أو أي سميان صغو موضة مد إجري أعماش قبل ما قري كرت ما كميدة صلاة فردك إلا مسجد كيابا رقا لقربا وحلا قري كرمان صلاة فردك لكن دمان إبادات كالوا قرسي جرين هل عباده او اي اوودان اني سي سري او سميهان ددكو اركا يا ما سمي جير وحاس وي وحي الهي كو دورت وحاس وي وحي ددكا او سارا مري وحاس وي وحي مبعود الهي كور او دغاي سو ما جيدت ساسي اهايه و هو يري ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت مسلمين تو وحي هاين دد بريده الهي كو دداله وح عدكود انا لما مقلي جري عدكود لما مقلي جري ان كان الا همسا في بينهم وبين ربي وحو اها عد قرصون ايغا يا ربي كدخيه وذلك ان الله تعالى وحساس كو حنبارا يا مسلمين تم حي اهد الهي باير ادعوا ربكم وربك بريه تضرعا اذن كو يسدلينا وخفية إذن كو قرصنا إنه ألا الله يحب مجعل المعتدين ذاتك حد قدبه وذلك أن الله تعالى وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله قرآن كمارك لغا الشيكينا أنبيضا صالحين وحانا لكو الشيكا الله رالي كنغضا إنا تقود ديطا لغا ربا وحوير إلهي وقنو الشيكي أدون صالحا او الى هي فعل كي سرال كان نقضي سي انو دايانو ولي الله ما كاقبل بريضه ونبي الله زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا الى وخر امداده او شيخ مركي نبي الله زكريا وربك اسو قيل دان صدي لكن قيل دان قرصون او الهي ما ادك ليس مقلي فيري
نداء خفيا صلاة دو كتير وليب صلاة دو كتير مركا إلهي ضل مركا تكلا دا ساسا اللي يهلا الدون ليس كمان مقاشية سجودة لغطوغا لغبوية اللي انت إيا إنبها غوين كشب ما قلبك يقولون كرد العالو هذا قف قيمة لإن النقطة الدوني دوي قف قير إلهي اكتيسة كلا يطارب توي إن النقطة عير ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء وحالا نبعا ذا شرعي قلقون نعبي إن عدك كر لو قادو إلا قيليو إلا دواقو دعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة وحالا الله يسأمرا اسدلين يهجانس مركز كوري عداء الخراسان عبد الله بن عباس إنه كوري إنه ألا لا يحب مجعل المعتدين في الدعاء ولا في غيره ذات كحد قد به أما الدعاء هكو حد قد بين أما ملك له هكو حد قد بين حد قد بورنا الله مجعل حد قد بكنا إمام القرطبي الدعاء حد قد بكذا مركو شيئا يكو وقبل الله إن لا قير يضاد كلا مقشي كو تاسو كدك لابا وحو كدك وح أديك حق الله هين إنه ويدي ست ما كميت إله النبي قديقات إله النبي قديق النبي وابد ما عليه النبي محمد الدبي واحد كميت تعداد كحد بدبي مركز أما شيء مستحيل إنه ويدي ست واحد كميت هو يريد دعاء اللجوء حد بدبه دعاء إنقاذ جبي عمله لصمي قاب جبي عمله لقديق وسرجوي يسج إليه لما أقول السيد عادي إلهي إسكا قبر سيد عادي إلهي إسكا قبر حافظ كنا بسؤال المسألة وحاكمت قفك دعاء إنو تفاصيل عن الله بحنين إسكا ويديست حاكمت حافظ كنا بسؤال حديث كإمام أحمد سعد ما بوقع صحابي دي أحا أوهو مغلويل أولي أدعى سنة أولي إلهي يوحن كوي ديستي شنادا إيا برواق ديدا إيا حرير تنوع أد أدك وإسكا وربدي مربا هذا شنوي ديستي تقير وفودي حرير أد أدك حرير تلع سرحات كل شيء وأعوذ بك من النار إله نارا كاما قال مركز يرو والسلاسلها وأخلالها إله السلسلة ده لغو تشيدو أهل النار كانوا كاما قال كتين ده هنوا كاما قال لغو كتين ده مرب هذا نار كان نبض قشعي هذا كان مجن قشعي خلاص وما بهمت سلسلة بوي سوما جديد وحن كان مجن قلعي نار هي سلسلة ذهدي هي كتينة ذهدي سوما جديد مركز وحكير سعد النبي وقاص الله واحد ويدي ستي قير فربنا شرب لنا وات كان مجن قش لكن أروح وحن رسول كان مقلي أصغر إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحائمات دون الدعاء كو حد قدبه مركز آيات آخرية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين مركز يقول وإن بحسبك وروحا قوفلا مركز نار إلهي كما قال إذا كنوه دي سيدو إنا تراهضو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل انت سبوفنا وانا حديث صحيح إلهو جنان كوي دي سنة إيا وح الله وحي إيدا ويكرا صرف يقول نقول كرا جنة وقول قد واطع أما فعل السمعي إلهو نارا كامغن قلا إيا وحي النار تصرف يقول نقول كرا إيدا ويكرا وقول قد واطع أما فعل السمعي خلاص انت سبوفنا وكذلك صدع صوكلا عبد الله بن مغفل أد بدعذا أنبعا سحابي جليل أها ويلو دلائي المقل قال إلهي وحنكو ويديسا قريقا عد قريقا سرطاو عد وشنادا مركا عنقالو قعان تميدك إيقا قبانا إلهو كاسانكو ويديس قعان تميدك قريقا إيقا قبانا مركا سويري ويل كيقيو إلهي جنّا ويديسو نارنا كمان دا أنه نبي كان مقلي صلى الله عليه وسلم أصغر يكون قوم يعتدون في الدعاء والظهور
فيري هذا الحديث كاس وحائمات دونا ودت ونبي كدي جيو شرب نون كود دعاء يا بريدة كل حد جدبه إيا كود بيها وسبع إيا قويس ككل حد جدبه صدق له كويس سنة أما كبر وعلى مدها قيامه إنه سود وهذا اللي هو قرط هل صدق تبلس كفر بب 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 وعلى مدها اللي هو يقارنتك حن حن بيها وحقوقه ما يستعرف فوز تبركي بو ويسكش ربع دو أدنى وكل حد قد بيان كواس مركها كم من نقومه معنين مرك إلهي حقا انت لقى عبصده ليس إلى عليها فيها قال تعالى إلى وحيري ولا تفسدوها فسهاد النينة ولا تفسدوها فسهاد النينة في الأرض دولك لحديسة فسهاد النينة بعد إصلاحها ملك لهجاجنتي لهجاجي كجبال أو إلى هاي هجاجي هفس هادينين ملك هفس هادينين معنيه واحد معاصي هقصة ماينين لكن هذا الآت قيمة بضان أو إمام البقوي أوليه بالفيري هذا الكاس آيات تفسير كده بالتفسير كبقوي كفيري وحيكون نقول إذا صحي أتكون مال مرت وحوير إمام البغوي رحمه الله لا تفسدوا فيها بالمعاصي ملك هكون فسهادين المعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله إيا إن ضدك أقلوب يرى الله إتعان حين إلا أدعو فيري فسادك ومعي وملك إليه المعاصي شرك لغو سمايو بدعا لغو سمايو بدك مسلم كان لغو لايو زينادة من دوريه ووحاس إيوه إن قانون بنو آدم دجيين أو شرعيقا قلافسا بدك ليلة شرعيقا سرعين تسكالي شرعيقا سرعي هدوسا شرعيقا إسلام قلافسانين نب مالك لمان واحد وقتين هذا الشركة ده الشقية شركة كست النظام يكون شقي ذي له، لكن وشرط يروس شرعك خلاف النظام كاس، وحي السدا صوتات كدك سدان شرعك خلاف النب ملك، لكن قانون شرعك إسلام كخلاف صن، إن طلا سمعي أمد دولة ده حسمي أما قبائل كه حسمي يه، إلا يره ده حلا أدعو أو حلا إلى يوتات كلو بيره إلى حلا قدم بشرعك، شرعك حلا إلى لي، شرعك يانغوت ثمان، شرعك سرعين تسكله. فساد في الأرض وكاسو تنقش فساد في الأرض وكاسو وفرصة ضدك لول كيان لفساد ومعاصي الوصمين ضدك نيان لوغو ييري إني أدعان إدعان الله بعد إصلاحها نحلو لكي ده إلهي بار لول كإصلاحي حلو لكي ده فيري إلهي مركو لول ككوها جاتي كقبال ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله وعير إلهي ملك وحرك وجاشين ورسول كصادري شرعي إلهينا العديي ضد كان اللي هو يريد ضاع ضال وضد كان شرعي إلهي إلى علي وكتابك السنة إلى علي وعير وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلب أي ماذا صار لم أكون فصيرين صاص لولك إصلاحين تيسى رسول الله صادق رجوله أيه يكون إصلاح شرع إسلام قطعت اللوعة دي ضدك الله مير إلهي ضع عديس فساد كنوان معي لولكم عاصل غصنا يو يضدك الله مير إلهي إذا هني أضيع إلى وعي سبحانه ولا تفسدوها فسهادنا في الأرض لولك لحديسة بعد إصلاحها اللي هجاجنتي للك اللي هجاجيي أو إلهي هجاجيي كقضال ودعوه الله بري خوفا خائفين حالتك وكبقي عذاب كيسي عقاب كيسي وضماء ضامعين حالتك وإلهي ضمع يرجين إن رحمة الله إلهي النحريس تيس قريب ومدء الدو من المحسنين ضدك عملك وناجيه الله سبحانه وتعالى علم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.